ولم يرد في شهر رجب فضل معين لا في صيامه ولا في صيام شيء منه ولا في قيام شيء من لياليه وما ورد من الاحاديث في فضل شهر رجب فانها لا تصح بل ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان عامه الاحاديث الواردة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب، وقال ابن القيم رحمه الله: كل حديث في ذكر صيام رجب وصلاة بعض لياليه فهو كذب مفترى